ناشونال بينكس على راديو تموز. على راديو تموز. شيك بينت كل سبت وبإعادة الأحد 8 المساء بتوقيت بيروت معي أنا جيسا الروع على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا، اليوم حلقتنا رائعة فيها كتير من الشياكة والرقي لأنها خاصة بأصباغ ناشونال إكسبريشنز فيلفت. هي أكريليك إيمولشن مع خضاب لؤلؤي صديقة للبيئة، وإذا توسخ الحيط سهل إنه يتنظف. بالكتالوج رح بتلاقوا الألوان يلي بتحبوها، وإذا مش موجود اللون بزيارة واحدة لشركة الأصباغ الوطنية ناشونال بينتس بتحضروا لونكم المفضل من خلال نظام ناشونال لخلط وتحضير الألوان بواسطة الكمبيوتر. لازم تعرفوا انه كل لتر من ناشونال اكسبريشنز فيلفت بيغطي لكم 8 الى 10 متر مربع، واكيد هالشي بيعتمد على طريقة الاستعمال، سماكة طبقة الدهان وطبيعة السطح. عند استعماله ما تلمسوا السطح المدهون في قبل ساعتين او 3 ساعات، من الأفضل تنطروا بين 10 و14 ساعة لا تدهنوا الطبقة الثانية والجفاف التام بعد 24 ساعة. ناشونال إكسبريشنز فيلفت جاهز للاستعمال وما بده تخفيف. قبل ما تبلشوا بالدهن تأكدوا انه كل أدوات الاستخدام متوفرة عندكم، وهي مصطرين بلاستيك، سكين بسط المعجون أو الفرشاة. كل الفنيين ومهندسي الديكار لما بدهم يستعملوا ناشونال اكسبريشنز فيلفت بيدهنوا السطح اول شيء بطبقه ناشونال اكسبريشنز اكريليك برايمر مائي، وطبقه من ناشونال اكسبريشنز بيز كوت، وبعدين طبقتين من ناشونال اكسبريشنز فيلفت. الفنيين والمهندسين بشركه الاصباغ الوطنيه ناشونال بينت شو بيقولوا؟ بيقولوا يطلى السطح بطبقة واحدة من ناشونال اكسبريشنز اكريليك برايمر مائي ابيض مخفف مع المي بنسبة 10-15% باستخدام الرول، ويترك حتى ينشف مدة ساعة واحدة، وبعدين طبقة واحدة من ناشونال اكسبريشنز بيز كوت مقارب الى لون ناشونال اكسبريشنز فيلفت يلي اخترتوه، مخفف مع المي بنسبة 5-10% باستخدام الرول، ويترك حتى يجف مدة ساعتين ليحين وضع الطبقة الأولى من ناشونال اكسبريشنز فيلفت حسب اللون يلي اخترتوه باستخدام مسطرين بلاستيك، سكين معجون أو الفرشاة. ومننتبه كتير منيح انه مندق بالسطح المدهون قبل 4 ساعات. لما تحطوا الطبقة التانية من ناشونال اكسبريشنز فيلفت وهي مبللة، حركوا المسطرين البلاستيك بطريقة كروية للحصول على الشكل الزخرفي المطلوب، واتركوه حتى يجف. انا استعملت ناشونال اكسبريشنز فيلفت ببيتي، وبكل غرفة اخترت لون مختلف والإفكت كان مختلف اكيد. بغرفة من الغرف استعملت المسطرين البلاستيك بطريقة كروية، بالغرفة الثانية استعملت سفنجة وصرت طبع الحيطان فيها، بثالث غرفة مثلا استعملت كيس بلاستيك عملته مثل الكرة وصرت مرقه فوق الطبقة المبللة بطريقة عشوائية، طلعت كتير حلوة. وكملت اخترع الإفكتس بكل الغرف، أكيد كل غرفة مختلفة عن الثانية. انتو كمان فيكن تخترعوا مليون طريقة وطريقة على ذوقكن. بتعرفوا انه في كتير ناس وحتى فنيين ما بيعرفوا انه ضروري جدا يكون السطح مطلي بطبقة من اكريليك برايمر مائي ابيض وطبقة من بيز كوت قبل وضع طبقة الدهان النهائية كنوع من الحماية اولا حتى تتفاعل مع الكونكريت، وكمان تتغلغل جواته. هيك شو بيصير؟ ببطل الدهان يقبع بسرعة، وتانيا بينعم السطح، وعند وضع الطبقة النهائية بتحصلوا على مظهر ناعم وبيظهر اللون بوضوح. هلا انا ما بدي انه شبه السطح المدهون بطريقة
غير احترافية مثلا لوجه سيدة جميلة وإليجنت وعاملة مكياجها بطريقة عشوائية. كيف يعني بطريقة عشوائية؟ يعني أكيد بلا ما تحط أول شيء المستحضر التمهيدي اللي هو البرايمر تماما مثل ما بندهن بالأكريليك برايمر أول طبقة، وبعدين الحلوة بتحط على وجهها فوق البرايمر كريم الأساس يعني الفاونديشن تماما مثل ما بنطلي السطح بالبيس كوت فوق الأكريليك برايمر قبل ما ندهن الطبقة الأخيرة بنوع ولون دهان يلي اخترناه. وهي أكيد قبل ما تحط الباودر. شبهت لكم خطوات دهن السطح بخطوات مكياج السيدات الحلوات حتى بحياتكم ما تنسوها وتحرصوا على اعتمادها دايما. خلصت حلقتنا لليوم. لمزيد من المعلومات nationalpaints.com، National Paints على الانستغرام، وnationalpaints.ae على الفيسبوك. لما تحضروا الحلقة على يوتيوب تشانل راديو تموز رح بتشوفوا الصور التوضيحية التابعة للحلقة. تابعونا دايما على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام. ما تنسوا تسمعونا من خلال موقعنا الرسمي radiotamuz.com او من خلال التطبيق الهاتفي يلي فيكن تحملوه مجانا من بلاي ستور وابل ستور. كمان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب شانل راديو تموز وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكن من عنا كل شي جديد. الى اللقاء. على راديو تموز. شيك بينت كل سبت وبإعادة الأحد 8 المساء بتوقيت بيروت معي أنا جيسا الروع على راديو تموز الإلكتروني.